استاذه ناديه، انطباع حضرتك عن قناه السويس الجديده دي اول زياره يا فندم؟ لا، انا جيت قناه السويس قبل كده مرتين. مره كانت لسه رمله خالص، كانت لسه البدايات، فحسيت ساعتها باستحاله ان ده هيحصل خلال سنه. بعدها بكم شهر كده قليلين رحت لقيت فيه ميه بدات تطلع، فده اداني امل. النهارده بقى حاسه ان ده اعجاز. اعجاز اعجاز مش انجاز، اعجاز. ده حقيقي اللي حصل، ده بجد اعجاز. لكن انا اتمنى ان شاء الله ان هو يحمل خير كتير لمصر ولشباب مصر ولولادنا واحفادنا، فان شاء الله هيكون المشروع العملاق ده اضافه كبيره جدا لمصر ولمكانه مصر في وسط العالم. رسالتك للرئيس السيسي صاحب القرار بتاع اقامه قناه السويس في الظروف الصعبه اللي كنا بنعيشها؟ بص، كان الفيلم النهارده اللي احنا فرجولنا الفريق مهاب مميش، كان في ست بسيطه كده مصريه قوي، وكانت رايحه تتبرع وبتقول له يا ريس انا بدعي لك ليل ونهار، انت راجل طيب وانت راجل بتحب مصر فانا بحبك. الريس الواحد مش عايز يقول كلام يتقال ان هو بيجامله ولا بيبالغ، لكن الرئيس السيسي اكتر حاجه فيه هو بيحب مصر ومخلص في حب مصر. تقولي للشعب المصري اللي جمع تمويل القناه في اقل من 8 ايام يا فندم، ما هم دول المصريين، هم دول المصريين، هم دول لما بيحسوا ان انت فعلا في حد بيديهم وفي حد فعلا بيحب البلد دي وعايز يعمل لها خير بيتحركوا من غير اي حاجه. تقولي للجيش المصري اللي اشرف على عمليه التنفيذ من خلال الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وعلى اعمال التامين من خلال عناصر وضباط وجنود يا فندم؟ الجيش المصري هم اولادنا، هم اخواتنا، فهم يعني الدرع والدراع اللي بنتسند عليه لما تحس ان انت مش قادر، فلازم تتسند على حاجه قويه، هو ده جيشنا. الفريق مهام مميش الرجل الذي لا يهدى ولا ينام. الحقيقه يعجز الكلام الحقيقه، لكن الفريق مهام مميش يعني رجل زي ما بيقولوا كده في المهام الصعبه، حقق انجاز وقدر ان هو يقود السفينه، بما انه هو اساسا رجل بحري، يعني قدر يقود السفينه لقناه السويس ان هي توصل لبر الامان بمنتهى النجاح. كلمه اخيره، تحيا مصر فين؟ تحيا مصر جدا.